فنان صبري فواز، عرفت انك وانت بتقرا المسلسل وانتوا بتقدموه مع الاولاد بالذات السن الكبير، انت قعدت كده حساباتك لان انت ربنا يحمي لك عندك اولاد في نفس السن ده، يعني انت قلت انك ابتديت من الحوارات اللي حصلت في المسلسل تعيد تفكير في بعض ردود الافعال بالنسبه لك كاب او في طريقه التفاهم مع الجيل ده؟ لا انا من بدري حتى من قبل المسلسل انا بتعامل معهم على انهم مختلفين عننا تماما، وحياتهم غير حياتنا، وواقعهم مختلف، واللي هم نشأوا عليه وشافوه غيرنا، يعني دول السن الصغير ده خالص، يعني حضرتك شافه في 10 سنين اللي البشريه شافته في 3000 سنه، فاكيد ناس مختلفه، اكيد مختلفين يعني. ده حقيقي. اعتقد انه استاذ صبري فواز كلاسيكي. انا كصبري يعني؟ لا خالص. ايه ده والله انت مش كلاسيكي خالص. هو حسن اللي جاب عني الصوره دي والله، لكن انا مش كده خالص. انت مش كلاسيكي خالص. يعني شيرين طبعا مش كلاسيكيه. لا يعني ابعد ما يكون. بس انت شيرين تجريبيه. سرياليه تجريبيه. هي حاجه من الفنون. بس برضو شايفة انه التعامل مع الجيل الاصغر ملوش كود لسه. لا لانه احنا اتربينا بطريقة تانية خالص، ما كانش عندنا نفس التكنولوجي، فاحنا مثلا ننزل من البيت ما حدش يعرف عننا حاجة لحد ما نرجع، متنا بقى ما متناش. انما دلوقتي لو ابنك او بنتك ما ردوش على التليفون 5 دقايق، فده جيل كمان. وبعدين هم ايه، احنا لما نكون عاوزين نعرف حاجة نروح نفتح كتاب عشان نشوف ايه هي، يعني لما تبقي عندك اسئلة لازم تفتحي انسايكلوبيديا عشان هما تك تليفون. فالجيل ده هما مش فاهميننا، لان هما مش فاهمين يعني ايه مفيش تليفون في ايدهم. انت لو اخدتي التليفون من ايدهم يتشلوا، بس انا لو اخدتي التليفون مني مش هتشل. تانية دي واحدة من ميزات وبيننا معاد، مش بس ان هو صورته حلوة وشخصياته متنوعة ولطيفة، انما في كتير من الحوارات اللي حصلت في المسلسل حصلت في البيوت. مش عايزة اقول الحوارات، هقول الاختلافات والمناقرات والمناكفات اللي بتحصل ما بين الاباء والابناء متقالة بافضل ما يكون في المسلسل ده. دي الحاجة اللي لما قلت لحضرتك ان قريت اول 10 حلقات قلت اوكي، لانه هو راح ناحيه الولاد ومشاكلهم. والملفت بالنسبه لي في لو كان يعني في حاجه نجاح حصل يعني، فاعلى حاجه فيه واهمهم ان الجيل الصغير بيتفرج، اللي هم معظمهم بيشوفوش عربي فبيتفرجوا مبسوطين. ده مساله ملفته جدا بالنسبه لي، ومقياس نجاح مهم ان انت بيشوفك الجيل ده. واعتقد ده سببه ان هم شافوا ظلهم على الشاشه، شافوا مشاكلهم وشافوا كل الحاجات اللي هم بالفعل بيعملوها او انشطتهم او افكارهم شافوها موجوده على الشاشه. الكبار كمان شافوا نفسهم في الحيره، في في في, في المنطق اللي طول الوقت لازم يقعدوا يفسروه او يبرروه، وساعات بيزهقوا زي ما المنسنا هو كده، يعني خلاص انا زهقت من الشر من الحوار. انا مش كده، هي اللي كده. ما هو ده انا مش ناديه خالص. هو ده سؤال ايه. ايه وجه الشبه او الاختلاف ما بين كل واحد فيكم والدور اللي بيلعبوا في بينا معاك؟ واحنا الاثنين مش شبه ادوار. هو حسن اطيب مني بكتير. ده اللي انا اقدر اقوله. انا كنت متخيلك طيب زي حسن. ماشي، بس هو اطيب صراحه. حق الله يعني. عشان ايه ده ايه ده ايه ده. وانا مش مجنونه زي ناديه، مجنونه بطريقه تانية. ايوه. مجنونه بطريقه تانية. يعني ناديه ساعات لما كنت ببقى داخله مشهد هزعق للبنات او هشد شعرهم زي ما ناديه بتعمل، انا اسفه انا مش عاوزه اعمل كده. انا مش عاوزه اعمل كأم. انت كأم مش شديده زي ناديه. لا خالص. وانا كشيكه مش عاوزه اعمل في البنات دول كده، حرام ما يستاهلوش. عملت اول مسلسل ليا، هي كانت من اكتر الناس اللي بتدعمني، وده يمكن كان اكتر حاجه بسطاني ان امي بقت يا كدابه يا كدابه يا شويه كدابين. اقفل التصوير. تعالى والله ما هسيب بعد كل الكذب ده والنصب ده كله. ايه يا كدابه؟ ايه 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 ايه
احنا صغيرين كنا حاسين ان احنا فاهمين كل حاجه، كنا حاسين ان احنا اهلنا دول مش فاهميننا، مش فاهمين اي حاجه، واحنا اللي عارفين واحنا اللي فاهمين. صغيرين برضو كده. انت كنت متمرده؟ طبعا كنت كنت صبري فواز كنت متمرد في السن ده ولا لا؟ كنت طول عمري وبمشي دايما عكس الاتجاه طول الوقت. طب لخبطني النهارده يعني. يعني انا في صغري خالص كان كل اللي اهتماماتهم كوره وبتاع، انا كنت بروح ادور على كتب واروح اتفرج على افلام واروح يعني، وكنت يعني المجموع بيعمل ده واحنا في البلد عندنا، وانا اللي بروح لحتت تانية. فطول الوقت كنت انا يعني عندي حاله جموح كده في حته تانية. جموح بس مش جنون. لا هو كل الفعل بنفعله هو جنون اساسا، واحنا عاقلين يعني، بس كنت دايما باخد سكه بره اللي حاصل طول عمري كده. حتى لما جيت اشتغل في الشغلانه كمحترف متهيألي بلعب في حته لوحدي. متهيألي؟ لا مش متهيألك ده بجد. لا بتلعب في حته لوحدك ومركز في الخط بتاعك وما خضعتش لفكره ضغط الناس اللي هي عايزاك في القالب ده، او هي حبتك كده فتقوم عامل حاجه تانية. يعني حابب شغلتك، وفي يوم من الايام حكت لنا انه الموضوع ما كانش سهل عشان عشان توصل للي انت عايزه. 23 كأب سنة. كأب بقى ايه الفرق ما بينك وما بين مهندس حسن؟ لا انا كأب تقريبا يعني في تشابه بين يعني، بس كمان حسن يعني باله اطول شويه. انا اتعلمت شويه في الفتره الاخيره بالي اطول دي. ما كانش بالك طويل. كنت بس بعمل زيه واتناقش معاهم واعمل واخلي، بس كان بيجي لي لحظه كده ايه زي الابهات كده يعني. فتعلمت لدرجه ان في يوم اخر خناقه بيني وبين صبا قعدت على بابها تلت ساعه عشان تفتح لي على الارض والله. ايه الغلب ده؟ ما خلاص اتعلمت بقى من اعمل ايه؟ عشان صالحك، عشان اصالحها. هو انت كنت معترض على حاجه او يعني؟ لا كانت خناقه العاديه. احنا كل يوم بنتخانق انا وصبا الحمد لله. قعدت تلت ساعه والله قدام الباب بتخبط بقى على الباب ولا قاعد؟ خبطت وما ردتش ترد عليا وبقى مش عايز اعمل. فسكت لحد مسكت الموبايل وقعدت قدام الباب لحد ما فتحت لقيتني قدامها. انت قاعد هنا ليه؟ انا مستنيك. بس انا طيوبة قوي والله العظيم كده والله. صالحتك بقى. ما اقدرش اعمل لها حاجه. صالحتك. ها صالحتك. طبعا.